تجبرت راسي مريضه بدي بالكلاوي. ني دوزت درت الراديو انا درت داكشي جبرت راسي الكلاوي ماتوا لي. غادي 14 عام وانا كندير الدياليز. حالة حالة الله، انت كتشوف حالة حالة الله. دايزة عليا ما كنصيب لا اللي خرجني لا اللي دخلني. ما كنصيفاش نمشي، المركوب بعيد عليا ما كنصيفاش نمشي. ودابا كنتمنى الله المحسن الا كاين كيسمعوا فيا يعاونونا باش كان اللي كان باش هادشي ديال الدياليز. وهاد الرجل اللي عندي مريضه، انا درت العمليه على يدي ومني طلعت من البلوك جبرت رجلي محرسه. داروا ما عرفت شنو دار صافي الليله كلها وانا كنغوت وقيله كنغوت. مشيت بيها للدياليز كنغوت وراه مازال الان عندي دابا طالعه معايا وانا فهاد الحال. دخلتي على رجلك وخشي في الكوره؟ اه واخا ذكريا قولي انا دخلت على رجليا، مشيت على رجليا هودوني للبلوك. مني طلعت كنغوت برجلي من تما وراني مازال الان كنقاسي بها. ما كنتمنى الله يرحم الوالدين اللي كيسمعني من المحسنين يعاونوني غير فهم كنبغي حتى حاجه يعاونوني غير فهاد الرجل شافيني الصيدة ربي وندير عليها العمليه. ونحس واحد الحاله لا ليها حاله كتوقف ما كتجي يجي الوقت ديال الدياليز ما كنصيبش اللي خرج. كنبقى كنسمعها كنبقى كنتفقاس كنبقى كنبكي كنبقى فشي عذاب بزاف واحد العذاب. باش يوصلوني للطاكسي بعيده واللي خرجك واللي هذيك كنطلب غير من الجيران اللي يخرجوني. كي طلع من البلوك بقيت كنغوت بالليل طلعوني مع المغرب من تما الليل كله وانا كنغوت. جات واحد الطبيبه بالليل قالت لي مال، قلت لها اللي واقع لي. قالت لك عمر حنا ما يوقع هذا الشيء عندنا حنا. قلت لها عندكم عند واحد عندكم انا اللي وقع لي هالشي. انا هوت على رجلي يوم اللي طلعت وقع لي هالشي. عيطت للطبيب كان سمعوا قال احنا درنا لها العمليه على يدها ما درنالهاش على رجلها. معنا ما نديرو لها احنا على رجلها على يدها اللي درنا العمليه ديرينا لهاش على رجلها.